سلامات شباب اليوم رجعنا مقطع جديد من لعبة ستار فيلد في اخر مقطع قدرنا نجيب هاي القدرة ولحد هسا مش عارفين شو بتسوي بالضبط وراح نكمل مقطع اليوم بالمهمة الرئيسية ونروح نشوف باريت اللي هو اول شخص شفناه من هاي المنظمة واللي اعطانا سفينته لانه مش قاعد برد واحنا بكل بساطة خايفين عليه فراح نروح نشوفه هنا كان المنجم من بداية اللعبة بالمناسبة اوه هاي المديرة اسمها لين احكي لها لين ولا لين <تصفيق> لين <applause> <applause> او شت في ناس ماتوا اوكي لحظه شوي انا متذكر انه بارت برضو شاف نفس الاشياء اللي انا شفتها مره هو لمس القطعه فهي كانت بتحكي انه هو لحاله قدر يغلب اثنين بشكل سحري ومسك الثالث فبجوز هو برضو عنده نفس القوة بيقدر يعلمني كيف استخدمها بس لازم نلاقيه لانه اخذ السفينة وطار في الفضاء فرح نحاول نصلح الكمبيوتر الموجود هنا عشان نحاول اللاكي الو الباب بفتحش اوه من هان اوكي <applause> انا غبي <applause> ويت وات في قفل ليه في قفل اه اوكي طلعت صح <applause> اوه قاعد برسل رسائل انقذونا من وين اوه ممكن اجيبها معي اذا بدي آه مش لهالدرجة مهتم فيك الصراحة هسا المهم احنا لكينا هم وين بالضبط فبدنا نحاول نروح لعندهم هم هناك السفينة المحطمة اوه شيت ايش هذا نازل عليهم لا صح لا ملوش دخل اوه ويت وات مين هذا هيلر انت عايش اه لازم اعطيه دواء اه شيت بارت اخذوا القراصنة كانوا اصلا في هالسفينة مع قراصنة بس قاتلوهم وقتلوا الطيار بالغلط فوقعت السفينة بعدين اجى اسطول القراصنة واخذوه فلازم الكي كمان مرة اظن لازم اجيبك معي اوكي جبتك طب بدي اعرف وينه انا اه الله جبته على الفاضي لحظة مع كل الاشي معي اصلا برو معي يا الله جبته على الفاضي اوكي سمعته هم في كوكب بسل ثلاث جبت هذا على الفاضي بقدر اطرده اه هو موجود جوا براو شافوني اصلا بهالسرعه اوكي قتلت هاي بيس شيت انا بكره هاي الماكينات او معه اشي خرافي ومصاري ورصاص و... وهيلينج بشو بدك تحكي انا مش فاهم بدها تسال عن مشاعري بعد ما اخذت قوه الفضاء هذيك ليش لحظه ويت واتش ايش بصير كاد بتحكي انها خايفة عليه وقصص كادين بيحكوا زي كأنه عندهم مشاعر لبعض ويت وات في هيك اشي في اللعبة ويت وات اجاني زي السيف ليجندري هذا السلاح هذا خرافي مش قاعد بيحكي لي اقتله لازم احكي معهم يعني آه، لحظة شوي ليش هو قاعد مع القراصنة زي الصحاب لازم ندفع عشانه بقدر احاول اقنعه ممكن كاتل ممكن اخلي سارة تحكي اللي هي معي ممكن ادفع او احاول اقنعه راح أحاول أقنعه آه إحنا قتلنا كثير ناس برا متأكدك تسوي هيك أوكي نجحت حرفيا من أول محاولة أقنعنا <applause> برو كيف كان قاعد معهم هيك بشكل طبيعي بس على الأقل أنقذناك بدون ما ندفع شيء يلا نروح نرجع نفرجيك الاشي تجمعناه هاي رجعنا شباب هيو عايش بس هذا هو رجعته انت بدك تحكي معي هسه <applause> آه ايش في؟ اوه انا متذكر انا اخذت اشي اسمه ستريت رات يعني انا في المفاوضات خاصة المفاوضات هيك المدن التحت والجرائم والاشي انا احترافي فعندي هذا الاوبشن او هذا الخيار في الحكي لاني اخذت هذا الاشي بداية اللعبة اخيرا بقدر استعمله اوكي بقدر اسوي المهمة معه المهمة بكل بساطة في قطعة لكها هو لازم نشتريها بمصاري، بس في المدينة في كثير جرائم، وأنا زي سيد الجريمة تقريباً، وهذا إشي أخذته في بداية اللعبة. فيا خلينا نروح أنا متحمس لهالمهمة. مدينة نيون. أوكي لازم نروح على محل معين عشان إحنا قاعدين بنحاول مبلغ ضخم عشان القطعة. ففي شوية أوراق رسمية للموضوع. بدها تحكي معي كمان مرة، ليش؟ في شي غريب. زي كأنها حاسة إنها معجبة فيا ولا إشي. بس كانت تحكي لي عن جرائمها في السابق، وكانت تحكي عن وقت منيح. قضته مع رئيستها السابقة برضه مش عارف شو قاعد بصير فيها صراحة اوه دام هالمدينة ها خرافية اوكي دخلنا نايس وينها هيها برو هذا شغل كثير لازم اروح احقق في اللي قاعد ببيعنا الاشي اروح على منطقة معينة مش عارف اوه لحظة انتم متجوزين هسا لاحظت هدول اثنين متجوزين اوه اوكي عشان هيك بتكاتلوا بهالبساطة <applause> اوكي اذا لازم اشوف كيف وضع الامن في المنطقه اللي بصير فيها البيع والشراء ولازم برضو اسوي تحقيق عن اللي راح نشتري منه لحظه شو هان راح تصير المقايضه برو هذا بذكرني في لعبه جي تي اي مره كنا ندخل على الديسك ونقتلهم كلهم ونطلع هذا اللي نفسي اسويه بس ارمي قنبله <applause> آه انا بهتمش في اي شيء تبيعه انا هان في اجتماع وقاعد بسال عن شو وضع الحمايه عندك واذا صار في اي مشكله وكنت بحتاج الامن يكون على جهتي شو رايك او شت بدي يعني ادفع 4000 عشان اكون في اي بي بقدر احاول اقنعه انا عندي علاقات مع هذولاك الاثنين اللي معهم مصاري كثير اوكي اقنعته اوه في عندي خيار مميز لانه عندي الاشي اللي اخذته من بدايه اللعبه اوكي بقدر استعمله بفوزني مباشرة نايس عارف يعطيني خصم أوكي بألف بس نايس أوكي إذا صار الأمن هسه على جهتي إذا صار أي قتال أوه هانا الفي آي بي أوكي هذا دفعت له يعني خلينا نحاول نفتح الكمبيوتر مش عارف ليش بحاول أفتحه بس أوكي أوكي هيك 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 وهيك فتحنا الكمبيوتر نايس بقدر اسكر الباب اذا احتجت اوكي ها في واحد حجز هالغرفة الغرفة؟ أظن أنا حجزت هالغرفة الغرفة صح؟ على كل، خلينا نروح هسه نفحص الشخص اللي نتعامل معه. لحظة أنت هو اللي بدي أسألك عنه. لحظة أنت بتبيع أشياء الهيلينج. هاد إشي خرافي. أوه بقدر في عندك خمسة. بقدر أشتري. بديش الخمسة، بشتري ثنتين. هسة بدي أسألك عن الاجتماع اللي سويته مع الشخص اللي اسمه والتر ستراود. آه بديش أدفع لك، ممكن أحاول أقنعه. برو اصلا اندفع لك عشان تشبك بين والتر والبياع فما راح ادفع كمان مره اوكي الاشي ما اقنعه اه اه هاي بستعمل الخيار تاعي ممكن احاول اخوفه تعرف لاني كنت واحد من العصابات نجحت يس اوكي عرفت وين نام في يوم من الايام فهسه بقدر اروح افحص هذيك الغرفه هو نام هان بقدر احاول افتح القفل بدون ما حد يحكي معي ولا بتجي الشرطه بنجرب وي فتحنا نايس قاعد <applause> بيهدد بشخص وليش زي هيك مش عارف اوكي سويت كل التحقيقات اللي بحتاجها كله جاهز يلا نروح رامزي اند ترافرس اوكي لازم اعرف انه هو البائع بيكون معه حقيبه واحكي له كلمه السر مش شايف اي حدا مع حقيبه صراحه اه انت رامزي وترافرس كلمه السر اوكي جبته نايس اوكي اذا ها انا قاعد بخليه يتوتر مش مشكله راح اقعد هسه لاحظت اني دائما لابس بزة الفضاء <applause> اوكي الاشي موجود جوا نقدر نشوفه اوكي موجود نايس بده الضعف اها لا ما رح يمشي هالاشي بدك يعني ادفع هم بقدر اني اخلي الباب يسكر عشان اخوفه سكرت الباب اوكي اه هسه باشر برضه للامن عشان افرجيني متفق معهم بهالبساطة اعطانا اياها؟ جد؟ اوكي بهالبساطة ويت مين هذا؟ اه بتتخوس كاد بيحكي اني انا هذا هذا هو المالك الاصل للقطعة اللي هذاك سرقها منه فهسه هو بده اياها بقدر اني احكي للسكيورتي انه هذا قاعد بيهدد فينا Yeah <applause> ارجع لورا ارجع لورا برو. يا بالضبط. اوكي الحرس خوفته عشان يروح لان احنا في اي بي. هذا هو واقف هان؟ اوكي يعني بنقدر نهرب من الكوكب اظن السكيورتي ساعدنا بس شفت كيف خوفت هذاك الشب؟ بس بكل بساطه هيك سكرت الباب فهو خاف وحكيت له انه الامن معنا على طول اعطاني اياها بنفس السعر اتفقنا عليه. على كل خلينا نهرب برا الكوكب. <applause> ما بقدرش اسوي فاست ترافل، لازم اروح على الباب. يعني رح يكون في مشكلة انا متأكد. اها اوكي. يعني هو حط جائزة للي بقتلنا وبرضه بعرفش زي كأنه حط حراس حول السفينة عشان ما نقدر نهرب فلازم نروح نحكي معه. هو موجود في هذا البرج، فخلينا نشوف الزلمة او الرئيس هذا. ممكن احكي مع الرئيس؟ اه بتحكي لي هو رجل مشغول. اه صدقيني هو بستنى فيي. اوكي ما صدقت الموضوع انا ما رح اكون هان اذا هو ما وقف سفينتي او خربها ولا شيء اوكي ليش زبط نايس نايس برو صرت انا محترف في موضوع الاقناع هذا في فرصه كان اني اكاتل هذول عشان اوصل اوف منيح اني منيح في الاقناع ويت وات حطنا في الاسانسيل اه احنا في الاسانسيل محبوسين اوكي طلع السلاح حبسنا هان ويت هاي زوجته! اوكي فتحت لنا الباب، نايس. رح نتبع تعليماتها. اوه، بدها انا اجي من هان؟ ادخل من هان عشان ما يلاحظوني، اوكي. نايس. حكت لي ضلك رايح لاخر الطريق. انزل هان، واظل ماشي اخر اشي، لحد اخر اشي. اوه، اطلع لفوق، اوكي. اوكي انزل هان اوكي اوكي امشي من هان ليفت لا تعبر طب وين وين اروح وين اروح اوكي استنى استنى اوكي اعبر 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 نايس اوكي روح هسه روح هسه روح هسه اوكي دخلنا كشفت حالي بطريقة غبية اوه لا راح اموت هان وين اخر سيف اوكي بمشي لحد هان وبعدها اه هذا الباب اوكي روح هسه فتحت لي الباب اوكي شكرا نايس احنا قاعدين نهرب هسه بعدين وين نزلت هاي اي اي واحد فيهم ها ولا ها هذا اوكي هذا الباب نجحنا طلعنا برا لحظه وطلعنا برا وين احنا على برج برو احنا على السطح بدوني اتسلق لفوق اه شت في سكيورتي اوكي ضيعت كل الرصاصي انا انا سايق في هاللعبه اوكي قتلناه اطلع اطلع اووو احكي مع الرجل شخصيا الرئيس او انت اوكي شيل حراسك حر اه واترك سفينتي برو شو بدك بسفينتي اه ممكن بجوز نسوي اتفاقية مسكوا الشخص اللي سرق القطعة هذاك اللي تعاملت معه آه، انت بدك اياه يموت بدك اياه يكون ميت serious, ويت 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 لحظة لحظة انا حكيت له يقتله بدي اياه يقتله لحظة لحظة عيد 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 آه، هو حرامي خلي السلطات تتعامل معه اوكي نايس منيح اوكي بقدر اروح على المكتب واحكي معه برو ضربوك ضرب شو صار فيك او في عندي خيار لاني اخذت اللي... بحب هالشيء بشكل مش طبيعي اني عندي هاي الخيارات لاني اخذت شيء بدايه اللعبه بحب هالشيء كل مره حختار هالخيار ممكن اخليه يروح ممكن اوديه على السجن ممكن اقتله صراحه اروح على السجن اظن هذا هو احسن اشي اوكي صرت بقدر اروح وهو راح يروح على السجن اتوقع كان بحاول يخلوني اشفق عليه على اساس اني اخليه يهرب يعني بكل بساطة. بس صراحة ليه تسرق؟ يعني تستاهل. اتوقع هيك خلصنا المهمة، سوينا شوية اتفاقات معهم، ما اضطريت أكاتل أوكي كاتلت شوي، بس حاس إني أخذت أحسن طريق ممكنة. وهسا بقدر أروح أحط القطعة على الطاولة. أعطاني 10,000 كريدت. وسلاح ولا إشي. أوكي على الأقل نقدر نهرب هسا. وايت وات مين هذول بده القطعة ليش ايش هاي السفينة هذه زي السفينة شكلها غريب بيحكي بيسألني عن القطعة وبده اياها هل هذول الناس هم زي من مجرة ثانية ولا اشي هم اساس القطاع وإيش زي هيك احكي لنا من انتو نقدر نحاول نهرب اهربوا اهربوا كليا وي 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 انا بحاول اهرب اوكي اوكي على طول اهرب 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 نط اهرب على اي محل بسرعه تفجرنا تفجرنا قبل ما نهرب اه يا الله اهربوا 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 اهرب اوكي بتفجر مباشرة مباشرة بتفجر شو اسوي؟ بتفجر مباشرة نوت يس اهرب اهرب نايس هربت ها هاي المحاولة مليون عشان اهرب اوكي لازم هسا نحكي مع الشخص نويل عشان يفحص شو الاشياء اللي كانت تطلع من هاي السفينة لانها مرعبة صراحة اوكي اجتماع طارق ايش هاي السفينة مين هم الستار بورن شو هالقصة اوكي الاشي واضح انه القطعة مش من صنع البشر اوكي يعني هي حكت لنا رح نستمر في جمع المعلومات بس في نفس الوقت رح نستمر بجمع القطع لأن القطع هي أهم إشي بجيب لنا معلومات بس مين هم هالكائنات وليش هم قويين لهالدرجة برضه أوكي هذه مشكلة بقدر أحكي مع فلاديمير عشان أروح للقطعة اللي بعدها وهذا رح اسويه في المقطع الجاي انا على عليكم المقطع بعرف الكاميرا ماتت قبل فتره بس ما حبيت اني اترك اللعبه لاني كنت مركز كثير فيها شاك عليكم المقطع حطوا لايك وشير سبسكرايب صراحه القصه صارت تصير مثيره للاهتمام اكثر واكثر وهذا خرافي واضح انه هالقطع في اشي معنى خرافي وراها في معنى ورا القوة الموجودة عندي وفي علاقات يعني تتكون بيني وبين هذول الاشخاص فهالاشي برضه عاجبني هاي اللعبة قاعدة بتشمل كل اشي تقريبا وهالاشي خرافي على كل تحب يعني ما تقدر تسوي انت مع القناة او تستعمل كل ما يبعث نونو بس هذا هو بشكل المقطع الجاي السلام عليكم